السلام عليكم. زي ما انت شايف المغرب ما يقارب له ربع ساعه ثلث ساعه، بنزل اعطي اخواني السواقين انه يلحقوا لقمه الافطار قبل ما يوصل الدار، اللي هي عباره عن تمر وازازه مي. وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم. والله ايش يعني كويس، يعني انهم بحسوا فينا واحنا بنحس فيهم، يعني حتى كمان هم ما بصوموا انهم شهرهم بحسوا يعني في الشعب المسلم ويخلف عليهم. الفكره دي اجتني ما يقارب من قبل 5 سنوات. بدأت فيها جزء تجريبي هيك، مثلا اعبي شوي صغيره واعطي سكان البرج او سكان العماره، هيك اعطي مثلا جاري ازازه ازازتين، اصل الجامع مثلا الاقي صاحب اقول له تفضل، وشوي شوي صارت تكبر. استغرب انه كيف واحد مسيحي انه بوزع، بس بعد استمرار الاشهر والايام هذول اللي كنت اوزع فيهم في رمضان انبسطوا، يعني صاروا يشوفوني كل سنه، يعني حتى اليوم يعني بوافق السنه الخامسه اللي يشوفوني فيها السواقين.